السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم بإذن الله عز وجل عن القطط الصغيرة في المنام. ما هو تفسير القطط الصغيرة في المنام؟ تفسير رؤية القطط الصغيرة في الحلم: رؤية القطة الصغيرة جميلة الألوان في المنام تدل على علامة حسنة وبشرى خير، وتدل على نجاح وتوفيق في الحياة العلمية والعملية. حلم القطة الصغيرة هادئة في المنام تدل على هدوء عائلي وأسري. رؤية قطة صغيرة قبيحة الشكل تدل على التعب والنكد. حلم احتضان قطة صغيرة في حضنك تدل على بشرى خير لإنجاب طفلة جميلة. تفسير حلم القطة الذكر في المنام: حلم القط بين الأيدي يدل على كتاب الله، لقول الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. رؤية تدل على كتاب أو صحيفة لمحبين القراءة. حلم القطة الذكر في بيت الرجل المتزوج يدل على خيانة أحد أصدقائه، لأن القطة يدل على الخيانة والمكر. تفسير حلم القطة الأنثى في الحلم: حلم القطة الأنثى تدل على جمال وأنوثة الزوجة لزوجها. رؤية القطة البيضاء تدل على إناقة المرأة بمظهرها وجمالها وصفاء قلبها. حلم القطة البيضاء في البيت تدل على فرحة قادمة وأخبار سارة سوف تفرح أهل البيت. رؤية القطة البيضاء للأعزب تدل على زواجه من امرأة صالحة طاهرة. ما تنسوش بقى وصية مني ليكم: ما تنسوش قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك بعد صلاة العشاء كل يوم، لأنها مانعة من عذاب الله في القبر. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال كده، قال: سورة ما هي إلا 30 آية. قراءة ترتيل كمان بالراحة 7 دقايق. إيه يعني 7 دقايق 30 آية بعد صلاة العشاء كل يوم؟ ما هيش حاجة. اللي يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك كل يوم بعد صلاة العشاء، الله عز وجل ينجيه ويمنعه من عذاب القبر ما يموت بإذن الله عز وجل. وما تنسوش أيضا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. اللي يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة وما يتوفاه الله عز وجل يدخل الجنة مباشرة على طول بغير حساب بإذن الله ولا عذاب. وما تنسوش أيضا قراءة سورة قل يا أيها الكافرون أيضا بعد صلاة العشاء، لأنها براءة من الشرك. اللي يقرأها كل يوم ربنا يحفظه من الشرك بالله عز وجل، وعمره ما يشرك بالله عز وجل. وما تنسوش أيضا الذكر الجميل اللي فيه كثير من الناس غافلين عنه، اللي هو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بعد صلاة الصبح 3 مرات، وبعد صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب 3 مرات. الذكر ده اللي يقوله مش ما فيش حاجة هتحصل له خالص، لا حادثة ولا كارثة ولا أي حاجة بإذن الله عز وجل. يعني الأذكار دي مهمة جدا، ما تنسوهاش وتواظبوا عليها وخلوها جزء كبير من حياتكم. يعني ما تنسوناش بقى بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيع لنا على الاستمرار. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.